والخاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ والخاص أيضا بفئة اللقاية. انطلاقاتنا دائما تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبمتابعة واهتمام كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في الوطن العربي الكبير، متابعي قناة ياسر الرياضية، ينطلق على بركة الله وتوفيقه أول أشواط هذا الصباح من خلال 20 شوطا المرصودة بالبترة الصباحية التي توزعت ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل. مسافتنا المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق هي أيضا 5 كيلومترات لسن المفاجآت وسن اللقاية، وهذا هو الشوط الرئيسي، الشوط الأول الخاص بالأبكار اللقاية المحليات الأصايل. جميع جوائزنا سيارات لجميع أشواط هذا السباق، كما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقه سوف تكون في تمام الساعة 2 من ظهيرة هذا اليوم. على البركة نسير بديعة على المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري في عملية التضمير والتدريب، بينما انتقل مباشرة هنا إلى المركز الثاني الوصول من الذكر أيضا تصل في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام هناك أول في المركز الأول هذه بالظبيان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري المركز الثاني. وصول اعتراف اعتراف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيق بن سالم بالعرطي يصل المتمرس هنا ليقدم أيضا هذا الاسم. الدخول أيضا هنا والوصول من أوتار لهجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب، ولكن هنا غيوم وصلت لي أيضا معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري وصل وصل الحميري، ولكن هنا شعار هجن الرئاسة يأتي في هذه اللحظات مع الواعي لهجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يصل في هذه اللحظات يقدم الواعية في هذه الانطلاقة القوية. وهنا من حاف من هجن الرئاسة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الله 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 يا هذا الشوط الأول الخاص هنا بالأبكار المحليات الأصايل. هجن الدار هجن الدار بالفعل، دمعة وصلت من هجن الشحانية سالم بن فاران المري يضمر دمعة. الوصول أيضا من شعار هجن الشحانية ليصل العملاق سلطان بن محمد الوهيبي يقدم هنا هذه أيضا اللي هي ذهوب ذهوب وصلت، ولكن هناك الشعار الأحمر يتدخل مع هملولة لهجن الرئاسة ظاهر المضمرين علي بن يمي الوهيبي يقدم هملولة ويندفع مع هملولة أخرى. هنا مشاهدين الأعزاء هذه هي النتيجة، هذه هي الأسماء القوية والعملاقة. نداءنا الأول عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول. هذه دمعة دمعة على المركز الأول من هجن الشحانية يقودها الذهبي سالم فاران يتواجد هنا ليقدم هذا الاسم، بينما المركز الثاني الواعية 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 من هجن الرئاسة يأتي المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الله الله الله. 2 كيلومترات المتبقي مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، الوصول من الماسة لهجن الشحانية الحوت يصل محمد بن خالد العطية يقدم هنا شعار هجن الشحانية. الوصول من غيوم لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد يتواجد أيضا هنا أيضا محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وصول آخر تحدي مثير من الشاهينية لهجن الرئاسة يقدم الشاهينية هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري
يا سلام على هذا الشوط، يا سلام هنا التغييرات التي جرت وطرت على مقدمة الشوط. الواعية، الواعية على الصدارة، الواعية على المركز الأول لهجن الرياسة، ولكن الماسة، الماسة، الماسة وصلت هنا من هجن الشحانية. يأتي محمد بن خالد، العطية يقدم الماسة، غيرت وخذت المركز الأول. الاتجاه إلى وين؟ المنعطف الأخير مع لائحة الألف والمئتين، ولكن الماسة على الصدارة، الماسة على المركز الأول لهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية وصلت الواعية، الواعية على المركز الثاني من هجن الرياسة. أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وصول من الشاهينية، خذت المركز الثالث لهجن الرياسة. المجازف، المجازف يقدم هنا مشاهدين الأعزاء، والكيل الأخير، وصلنا كيلو الامتحان، كيلو الصراع القوي، الكيلو هنا الأخير مشاهدين الأعزاء في هذا الشوط، أول أشواط هذا اليوم. الماسة، الماسة على المركز الأول، الماسة على الصدارة، وصل الحمر، وصل الخطر هنا مع المجازف. بدأ مجازفاته القوية لهجن الرياسة على ظهر الشاهينية. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يا سلام، يا سلام، هناك الماسة، الماسة، هجن العاصفة قادمة على ظهر ناصية، هجن العاصفة، غيات الهلالي يقدم هذا الاسم. وصلنا لوحة الاعلام، بدأنا نقترب هنا من ال 500 متر الاخيرة، الامتار الاخيرة، جولة الاوامر النهائية. الماسة من الشحانية، وهنا الشاهينية من هجن الرياسة. يا سلام، يا سلام على هذا الاداء الكبير. الماسة، الشاهينية، الشاهينية، الشاهينية والماسة. الشوط الاول ال 400 متر الاخيرة، ما شاء الله، المجازف والحوت هنا يعزفان سمفونية الناموس في ايضا الشوط الأول. الماسة لهجن الشحانية والشاهينية من هجن الرياسة. هنا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، الميتين متر الأخيرة، ولكن الماسة، الماسة على الصدارة، الماسة على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. عودة من الشاهينية، دخول آخر من الشاهينية، الماسة على المركز الأول. الشاهينية أيضا تحاول محاولات أخيرة بالرمق الأخير. تهانينا والناموس إلى هجن الشحانية، تهانينا لمحمد خالد العطية. المركز الثاني وصلت فيه مشاهدين الأعزاء شاهينية من هجن الرياسة. المركز الثالث وصلت في ناصية من هجن العاصفة. المركز الرابع وصول من الواري اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم أحمد وسلطان بن رشيد. والمركز الخامس أيضا أتت فيه الواعية لهجن الرياسة، تهانينا والناموس. هكذا إذا مشاهدينا متابعين الكرام عشاق الأصالة، كان أول أشواطي أيضا اللقايا المحليات الأصايل، ذهب مع الماسة لهجن الشحانية. تهانينا أيضا هنا للشعار العنابي على هذا الفوز، تهانينا للحوت محمد بن خالد العطية على هذا الفوز والانتصار. هكذا أول الأشواط مع المحليات، تهانينا والناموس، ولنا عودة بالتوقيت الزمني. مسافتنا هي 5 كيلومترات مشاهدينا متابعينا الكرام. أيضا هنا التوقيت الزمني ولحظات الوصول أيضا، حيث قطعت المسافة في 7 دقائق 23 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، تهانينا لمحمد بن خالد العطية على فوز الماسة بهذا الشوط. تهانينا وناموس المركز الثاني، وصلت فيه الشاهينية 7 دقائق 23 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمجازف محمد العتيق بن زيتون المهيري. بينما المركز الثالث، الوصول بالمركز الثالث بأداء رائع هنا في المركز الثالث يا مخرجنا. كما نشاهد هنا وصلت ناصية من هجن العاصفة بقيادة غيات الهلالي، 7 دقائق 25 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. هكذا مشاهدين الأعزاء كانت أحداث وانطلاقة أول أشواطي هذا الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا بكل